مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن فيلمه الافتتاحي حوجاً للمخرج ياسر الياسري. الفيلم مقتبس من الرواية السعودية الأكثر مبيعاً لإبراهيم عباس، واللي تحكي قصة جني فضولي يقع في غرام فتاة بشرية في إطار شيق من وحي التراث الشعبي ومن قلب عالم الجن المليء بالخبايا والأسرار. الفيلم من بطولة براء عالم ونور الخضراء ونايف الظفيري والعنود سعود ومحسن منصور وشيماء الطيب.